أين إخواني في البلاد العربية؟ أين أبنائي المصريين العاملين في الخارج ولهم حسابات داخل مصر وخارج مصر؟ أين رجال الأعمال؟ أين أصحاب الشركات؟ أين الأغنياء في بلادنا؟ أين أصحاب المزارع؟ أين؟ لو أن أحدهم نظر إلينا بقلبه حتى لو غير مسلم، وأنا كنت ناشدت الأستاذ نجيب سويرس إن يستلفني 1,000,000 جنيه، مش عارف هل حد بلغه ولا لأ. أنا مستعد أستلف النهاردة 1,000,000 جنيه من الأستاذ نجيب سويرس أو من أحد إخوانه. مفيش بعد كده يعني. مفيش بعد كده. الفلوس إذا جاد بها الأستاذ نجيب سويرس مساعدة جزاه الله خيرا، إذا كانت سلف في كلتا الحالتين هتطلع من مكتبه، الشيك هيطلع من عنده على المصنع. لن نشم رائحته. 1,000,000 ده ولا حاجة، احنا بنتجوز ب20 مليون. بنتجوز ب20 مليون. ب20 مليون. أنا حابب الليلة أعيش الناس فقه الأزمة. احنا عندنا في الشريعة الإسلامية ليا كتاب من مؤلفاتي اسمه فقه الأزمات. احنا في أزمة والناس دي كلها في أزمة، واللي لسه يبعتوا يطلبوا زواج بناتهم برضه في أزمة، والبنت اللي مات أبوها ومات أمها ولم تجد أمامها إلا أحمد عبد عوض في أزمة. لو غدرنا بهؤلاء وتركناهم سأحاسب أنا وأنتم حسابا عسيرا، سيمسكون برقابنا يوم القيامة. لما تخليتم عنا؟ لما تركتمونا للذئاب الجائعة؟ لما تركتمونا للطلاق والانتحار والشماتة؟ أسئلة صعبة قد لا تقدرون على دفع فواتيرها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام.